فيلمنا بيبدأ بأندريا أو أندي اللي بتلبس وبتجهز نفسها علشان تروح مقابلة شغل في واحدة من أكبر مجلات الأزياء والموضة، وبتدخل تسأل على واحدة اسمها إيميلي اللي بتخرج لها وبتاخدها علشان تعرفها إنها مساعدة المديرة اللي اسمها ميراندا، وإن ميراندا كان عندها 2 مساعدين، واحدة مشيت وهي ترقت وبقت مساعدتها الأولى ومحتاجين واحدة تانية مكانها، وآخر 2 اتقدموا للوظيفة ما قدروش يستحملوا ومشيوا، فهم محتاجين حد يستحمل ويكمل معاهم. فبتسألها أندريا أو أندي مين ميراندا، فبتستغرب إيميلي تقول لها انها تعتبر نفسها ما سمعتش السؤال، لان ميراندا هي رئيسة تحرير المجلة واسطورة المجال، ولو اشتغلت معاها سنة تقدر تشتغل في اي مجلة تحبها بعد كده. وفجأة بتترعب ايميلي لما بترد على التليفون وبيخرج نايجل مساعد ميراندا وبيقول لكل الموجودين في المكان يجهزوا علشان ميراندا هتوصل حالا، وبيتكهرب كل اللي في المكان وبيبداوا يلبسوا كعب عالي ويحطوا ميك اب ويرتبوا المكاتب. وبتستغرب اندريا اللي بيحصل، وبتظهر ميراندا وهي داخله المكان وباين عليها الثقة وشخصيتها القوية وشياكتها، وبتدخل المكتب وبتقابلها ايميلي، وبتبدا ميراندا تديها التعليمات وتفاصيل جدولها وطلباتها بالكامل بسرعة، وبتسألها عن أندي، فبتقول لها إيميلي بخوف إنها المتقدمة الجديدة لوظيفة المساعدة بس هي مش مناسبة وهتمشيها، لكن ميراندا بتطلب منها تدخلها وتحكم بنفسها عليها. وبتدخل أندي تقدم نفسها لميراندا وبتقول لها إنها جت نيويورك عشان تشتغل صحفية وقدمت في كل المجلات وكانت محررة في مجلة، فبتقطعها ميراندا وبتقول لها إنها أكيد ما بتقراش مجلتهم رانواي ولا عندها حس أناقة ولا بتفهم في الشياكة واللبس وده باين على مظهرها. فبتقول لها أندي إنها كسبت مسابقة صحفية كبيرة عن بحث عملته عن البوابين وكشفت الاستغلال اللي بيحصل معاهم، فبتوقفها ميراندا عن الكلام، فبتقول لها أندي إن عندها حق لأنها مش مناسبة لشغلهم لأنها ولا هي رفيعة ولا جسمها مناسب زي المودلز ولا بتفهم في الأناقة، لكنها ذكية وبتتعلم بسرعة وبتشتغل بكل طاقتها، وبتشكرها على وقتها وبتمشي وما بتردش عليها ميراندا بأي كلمة. لكن قبل ما بتخرج أندي من المبنى بتنده عليها إيميلي وبتعرف وقتها إنها تعينت، وبتروح أندي تقعد مع أصدقائها وبتحكي لهم اللي حصل، وبيقول لها صديقها دوج إن ميراندا مشهورة جدا بمزاجها المتقلب لكنها شخصية عظيمة مليون بنت تتمنى تاخد وظيفة المساعدة بتاعتها، فبتقول له أندي إنها مش واحدة فيهم ومش عايزة الوظيفة دي. وبتخرج بعدها أندي مع حبيبها نيل اللي بيحاول يقنعها إنها تقبل الوظيفة، فبتقول له إنها هتحتاج لبس أنيق وهي مش معاها اللبس ده ولا الفلوس اللي تجيبه، فبيقول لها إنها تبقى مجرد مساعدة يعني ترد على تليفون تنظم مواعيد، لكن أندي بتحاول تقنعه إن اللي شافته في المكان مختلف تماما. وبتصحى أندي على مكالمة من إيميلي بتأمرها تجيب قهوة بسرعة وتيجي على المكتب حالا، وبتتأخر أندي بالقهوة وبتزعق لها إيميلي وبتقول لها إن أي مشكلة هي هتعملها هتتجازى معاها ولازم تقدر مدى أهمية وصعوبة الشغل معاهم، وبتاخد منها القهوة وبتدخلها بسرعة لميراندا اللي كانت دايما متعصبة ومستعجلة. وبتخرج إيميلي تفهم أندي شغلها وبتقول لها إنها هترد معاها على التليفونات وما ينفعش تسيب مكتبها إلا لو هي موجودة، وتاخد منها الإذن وبتفهمها إن كل اللي هتعمله تستقبل رسائل ترد على تليفونات، أما إيميلي فهي اللي مسؤولة عن جدول ميراندا ومواعيدها ومصاريفها، وبتقول لها بغرور إن هي اللي هتروح معاها أسبوع الأزياء في الخريف لفرنسا، لكن ما بيبانش على أندي أي رد فعل لأنها مش مهتمة. وبتوري إيميلي لأندي كتاب الأزياء الخاص بالمجلة وبتقول لها إن هما بيودوه لميراندا البيت كل يوم بالليل وبترجع هي بيه الصبح وفي ملاحظاتها، وان المفروض توديه لكن ميراندا مش هتثق فيها بسهوله فهتفضل ايميلي توديه لحد ما يقدروا يدوها المهمه دي. وبيدخل نايجل يدي اندي جزمه بكعب عالي شيك بدل اللي هي لابساها، لكن بترفض تاخدها وبتنده ميراندا على ايميلي، فبتدخل لها اندي بسرعه لان ايميلي مش موجود، وبتديها ميراندا تعليمات كتير جدا وبتبص على شكلها وجزمتها من فوق لتحت، فبترجع اندي بسرعه وبتغير جزمتها وبتلبس اللي جابها لها نايجل، وبترجع ايميلي وبتقول لها اندي على طلبات ميراندا اللي ما فهمتش نصها، فبتقول لها ايميلي انها هتعمل كل حاجه وما تحاولش تسال ميراندا عن اي حاجه لان ده مش مقبول ليها. وبتطلب ايميلي من اندي تروح تجيب اللبس اللي طلبته ميراندا بنفسها، وبتكلمها في الطريق تستعجلها وبتطلب منها قهوه زياده، وبترجع اندي وهي بتجري وبتزعق لها ايميلي وبتتعامل معاها بعجرفه وبتقول لها انها هتروح تاخد فتره راحه 20 دقيقه اما هي فرحتها 15 دقيقه بس، وبتتريق عليها وعلى لبسها مع زميلتها في الشغل وبيسيبوها وبيمشوا. في وقت الغدا بيشوف نايجل اندي وهي بتختار اكل بيتخن وبيتريق عليها وبتقول له اندي انها مش مهتمه بجسمها ولا شكلها لانها مش مهتمه بمجال الازياء والموضه حتى لو اشتغلت فيه معاهم، وبيروحوا بعدها لاجتماع ميراندا اللي عاملاه عشان تختار ازياء موسم الخريف الجديده، وفي الاجتماع بتضحك اندي عشان سمعتهم بيقولوا على حزامين ان هم مختلفين رغم انها شايفه ان مفيش اختلاف بينهم، فبتتضايق اماندا وبتقف تكسفها وتحرجها قدام كل الموجودين، وبترجع اندي لحبيبها تحكي له اللي حصل وهي متضايقه وبتقول له ان اماندا بتحب تضايق الناس اللي حواليها وتقلل منهم وتحرجهم دايما، والغريب ان كل اللي حواليها قابلين ده منها، وبتقول اندي ان كل اللي بيعملوه في شغلهم ده مجرد تفاهات وملوش اي اهميه، وبتقرر انها تقعد معاهم سنه واحده بس وبعدين ترجع لحلمها في الصحافه الحقيقيه ومش هتسيب اماندا تكسب معركتها معاها. وبتعدي الايام واندي بتتعلم وصبوره في الشغل، وفي يوم بيزور والدها نيويورك وبتقرر اندي تقابله وتحكي له عن حياتها الجديده، وبيخرجوا يتعشوا سوا، لكن بيجي لها اتصال من اماندا اللي بتطلب منها ترجعها حالا من ميامي لنيويورك لان طيارتها اتلغت بسبب سوء الاحوال الجويه، وبتتوتر اندي وبتحاول بكل الطرق تدور على طياره ترجعها، وبيستغرب والدها وبيقول لها انه قلقان عليها في الوظيفه دي، لكن اندي بتقول ان ده طريقها علشان توصل لحلمها، وبتفشل اندي انها تعرف ترجع ميراندا في نفس اليوم، وبتتضايق ميراندا اللي بتتهمها
بالفشل انها مش قد المسؤوليه. بتخرج اندي تعيط لنايجل وبتقول له انها بتعمل كل حاجه، لكن كل ما بتعمل حاجه حلوه مش بتشكرها، ولما بتغلط اقل غلطه تبقى متوحشه معاها في الكلام. فبينصحها نايجل انها تبطل تستنى شفقه او تشجيع من حد وتشتغل على نفسها وبس عشان تقدر تنجح في شغلها معاهم. وبيقرر يساعدها وبياخدها اوضه اللبس يختار لها حاجات جديده غير لبسها تماما ويغير لها قصه شعرها وشكلها. وبتدخل اندي على ايميلي وسيرينا زميلتها شكلها الجديد وبتبهرهم. هما كانوا قاعدين يتريقوا عليها قبلها، بيبان على ايميلي الغيره من اندي وبينبهر حبيب اندي بشكلها الجديد، ومن وقتها بيتغير شكل ولبس اندي تماما حتى اسلوبها في الشغل. بتبقى واثقه من نفسها اكتر ومركزه وبتلاحظ ميراندا التغيير وبتفرح بيه. وبتروح اندي تقابل صحابها بعد الشغل وبتجيب لهم هدايا غاليه جدا من المجله وبيفرحوا بيها. وبتسيبهم وبتمشي بسرعه بعد ما بتكلمها اماندا وبتطلب منها تروح حالا تستلم حاجات مهمه من مصمم ازياء. وهناك بتقابل اندي كاتب مشهور اسمه كريستيان وهي بتحبه جدا وبتقول له ان حلمها تبقى زيه، فبيطلب منها تبعت له مقالات ليها وبتشكره وبتقول له انها حاليا مساعده لميراندا وبس، لكن مش هتسيب حلمها. وتاني يوم بتجتمع ميراندا بمصمم الازياء وما بيعجبهاش مجموعته فبيقرر يغيرها بالكامل. وبتطلب ميراندا من اندي تودلها الكتاب البيت وبتنده لها لاول مره باسمها. وبتفرح اندي جدا وبتروح تاخد المفتاح من ايميلي اللي بيبان عليها انها متضايقه من التقدم اللي بتعمله اندي، وبتديها اوامر تعمل ايه بالظبط لما توصل بيت ميراندا، وبتنصحها ما تتكلمش مع اي حد وتسيب الكتاب واللبس في الاماكن بتاعتهم وتمشي بسرعه. لكن اندي بتتكلم مع الطفلتين التوأم ولاد ميراندا وبتشوفها ميراندا على السلم فبتسيب اندي الكتاب وبتجري. وتاني يوم بتتخانق ايميلي معاها وبتقول لها ان غلطه زي دي ممكن تطردها فيها، لكن لما بتدخل اندي على ميراندا بتلاقيها بتطلب منها النسخه الجديده اللي لسه ما نزلتش من كتاب هاري بوتر لبناتها قبل ما تعدي 4 ساعات. وبتجري اندي تجيب الغدا لميراندا وهي بتحاول توصل لدار النشر اللي بتعمل الكتاب علشان تجيبه في اسرع وقت ممكن. وبتكلم كريستيان وبتطلب مساعدته وبترجع بالاكل، لكن ميراندا اللي بتقول لها انها مش هتاكل وهتتغدى بره. وبتضايق اندي وبترمي الاكل في حوض المطبخ. وبتكلم نيت في التليفون وبتقول انها عايزه تستقيل، فبيفرح وبيقول لها انها اخيرا هتبقى حره ومش مستعجله وعصبيه. لكن بيوصل اتصال لاندي من كريستيان بيقول لها انه قدر يوصل لها لنسخه من الكتاب، وبتنجح اندي انها تدي الكتاب لاولاد ميراندا اللي بتنبهر بيها لما تجيب لها نسخه اضافيه كمان على المكتب. وبترجع اندي البيت وبتلاقي نيت حبيبها جاي يحتفل باستقالتها، لكن بتفاجئه انها تراجعت عن الاستقاله ومش هتضيع مجهودها عشان لحظه ضعف. وبتتعب ايميلي في يوم مهم وبيجي لها برد وبيبقى في حفله كبيره للازياء هتروحها ميراندا اللي بتقرر تخلي اندي تيجي الحفله وتساعد ايميلي. وكلم اندي صديقتها وبتعتذر لها علشان هتتاخر عن عيد ميلاد نيت بسبب التحضير للحفله بتاعت ميراندا. وفي الحفله بتظهر اندي باناقه وشاكه بتبهر ايميلي، لكن بتفضل متوتره لانها عايزه تروح عيد ميلاد نيت. وبتقول لها ايميلي انها لازم تتعود على نسيان حياتها الاجتماعيه. وبتعرفها على جاكلين اللي بيدير مجله موضه فرنسيه كبيره، لكن ميراندا ما بتحبهاش وبيسلموا على بعض. وبتسلم ميراندا على سفير ومراته ما بتفتكرهمش، وبتحاول ايميلي تفتكر مين دول. وبتساعدها اندي لانها راجعت اسماء كل الحضور وبتشكرها ايميلي. وبتخرج اندي بسرعه عشان تلحق عيد ميلاد نيت صديقها، وبتقابل وهي خارجه كريستيان اللي بيعبر لها عن اعجابه بشكلها واناقتها وبيقول لها انه قرا مقالها واعجب بيه وعايز يقدمها لمحررين جرايد مشهوره جوه. لكن اندي بتتردد وبتفضل تفكر تقعد ولا تمشي، لكن في الاخر بتعتذر له وبتقول انها لازم تمشي. وبترجع اندي البيت وبتحاول تعتذر لنيت اللي كان زعلان انها اتاخرت على عيد ميلاده. وبيدخل ينام وبتحس اندي بالحزن والاحباط. وتاني يوم بتفاجئها ميراندا انها لغت سفر ايميلي معاها لباريس وهتاخدها هي. بترفض اندي وبتقول لها ان ايميلي ممكن تموت لانها بتحلم بالسفريه دي وبتحضر لها من زمان، لكن ميراندا بتوضح لها انها لو ما سافرتش معاها هترفدها ومش هتخلي اي مجله ثانيه تعين. تفضل اندي تفكر ايام كتير في المشكله دي وهل هتوافق ولا ترفض وازاي هتقول لايميلي لو وافقت. فبتعمل ايميلي حادثه وبتدخل المستشفى وبتروح لها اندي تعترف لها بالحقيقه. وبتتخانق ايميلي معاها وبتطلب منها ترفض السفر، لكن اندي بتحاول تفهمها ان السفريه دي واقف عليها مستقبلها كله. وبتروح اندي لمعرض فني عاملاه صديقتها اللي بتشوفها واقفه مع الصحفي اللي اسمه كريستيان اللي بيفرح لما بيعرف انها رايحه باريس مع ميراندا لانه هيسافر يغطي اسبوع الموضه هو كمان. وبتشوف صديقه اندي الصحفي بيبوس اندي على خدها فبتفتكرها بتخون نيت. وبتحاول اندي تفهمها الحقيقه لكن صديقتها ما بتصدقهاش وبتقول لها انها اتغيرت من وقت ما دخلت مجال الموضه والازياء. وبتتخانق اندي مع نيت اللي بيتجادل معاها لما بيعرف انها مسافره باريس وبتقول انه ما بيعملش اي حاجه مؤخرا غير انه بينتقد شغلها وهي هتسافر وتنتهز الفرصه دي عشان يبعدوا عن بعض فتره ويراجعوا علاقتهم في هدوء. سافر اندي مع ميراندا وبتنبهر بفرنسا وبالحدث. وبتقابل كريستيان اللي بيفرح لما بيعرف انها انفصلت عن حبيبها. وبتروح اندي تراجع جدولها مع ميراندا وبتلاقيها في حاله وحشه جدا لان جوزها هيطلقها. وبتتكلم ميراندا بحزن لاول مره وضعف وبتقول ان الصحف هتكتب عن طلاقها التاني وانها ست جديده وشبه التنين ومخيفه وهي مش هاممها كلام الصحف، لكن يهمها بناتها الاثنين اللي هيحبطوا للمره الثانيه وهتدور لهم على اب تاني وهيمروا تاني بفتره حزن. وبتروح اندي تقابل نايجل اللي بيقول لها انه هيسيب المجله ويبدا شغله الخاص اخيرا ويحقق حلمه وبيحتفل معاها. وبعدها بتروح تقابل الصحفي وبيفضلوا يتكلموا عن ميراندا والاول مره بيلاقي حد بيدافع عنها وبتقول لاندي انها ست عظيمه. وبيتمشوا بعدها سوا وبيعبر كريستيان عن اعجابه باندي وبيقضوا الليله سوا. وتاني يوم الصبح بتتفاجئ اندي ان كريستيان هيكتب المقال الافتتاحي لتقديم جاكلين كرئيس التحرير لرانواي مكان اماندا اللي هيرفضوها. وبتتضايق اندي لما بتعرف الخبر وبتقول ان ميراندا هتتحطم لو عرفت الخبر ده، فبيقول لها كريستيان ان صاحب المجله هيقول لها بعد
بعد الحدث وما تقلقش عليها لانها ست ناضجه وهتعرف تتقبل الموضوع. لكن اندي بتجري بسرعه وبتروح لميراندا عشان تقول لها، وبتحاول تقابلها بكل الطرق، ولما بتقول لها بتستغرب من رد فعل ميراندا الهادي والبارد وكانها ما سمعتش الخبر، وبتسيبها وبتدخل حفله المجله بتاعتهم وبيقدمها نايجل للحضور، وبتطلع ميراندا تقول كلمتها وبتفاجئ الكل انها ادت لجاكلين منصب كبير. وبعد الحفله بتقول ميراندا لاندي انها كانت عارفه باللي هيحصل، حبت تعمل خطه بديله عشان ما تخسرش منصبها، وبتقرر وقتها اندي انها تسيب الشغل وما تكملش في المجال اللي كله صراعات ومؤامرات، وترجع لنيتو بتعتذر له وبتقول انها عارفه ان الفتره اللي فاتت كانت صعبه وتغيرت وتخلت عنه وعن اصدقائها وحلمها، وبتقرر انها تعمل مقابله عمل في مجله كصحفيه. وبينبهر مدير المجله في مقابلته مع اندي وبيقول لها انه لما سال عليها فرانوي ردت ميراندا بنفسها برساله وقالت له انها اشطر مساعده عينتها في حياتها. وبتستغرب اندي موقف ميراندا وبتخرج من المجله وهي سعيده، وبتشوف ميراندا من بعيد فبتبص لها بامتنان وبتبتسم ميراندا لاول مره، وبينتهي الفيلم. الفيديو ده كتبته وسجلته امل عقيل ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطه عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.